بص يا اسر، الصاحب اللي جاي ده عنده حاله ومجنون. حاله ازاي يعني؟ لما حد بيطلع لسانه قدامه بيتحول، فخلي بالك بقى عشان هو زمانه جاي في الطريق. ازيكوا عاملين ايه؟ الحمد لله يا عم. عاشيك يا صاحبي، تعالى جنب اسر هنا عقبال ما اروح اجيب حاجه واجي. تعالى اتفضل. عامل ايه يا اسر؟ الحمد لله يا عم. انا خليك تطلع لسانك بقى.